معك 10 دقايق لتقلي شو بدك مني. خبرتي ليلى؟ كنت مأكدة انك رح تسألني هالسؤال. لا خبرتها. ايه بس ما كتير ترتاح لأنه المشكلة ما خلصت هون. شو قصدك؟ ما بعرف إذا رح تقدر تفهمني. يلي صار معي صعب كتير على أي بنت يا أنور. المفروض خطيبها يحميها من أي حدا يأذيها، أنت رحت عملت العكس. قلت لك ضعفت. ضعفت. واعتذرت وحلفت لك ما رح تنعاد مرة تانية. وأنا مش قادرة أصدقك. مش قادرة. شو عم تعملي؟ أنا وعدتك إنه ما أخبر عمتي. وهيك صار. بس خلص. ما بقى فينا نكمل سوا. بتعرفي شيء؟ أنت عم تفتشي على أي حجة تتركيني. شايف هالجملة اللي قلتها؟ هي لحالها سبب بخليني أفكر أتركك. أعطيني فرصة تانية. أعطيتك فرصة كثير يا أنور. عقد الحب اللي حبيتك إياه. وحبك ما نفعني بشيء. أنت حبيتني بقلبك وأنا حبيتك بعقلي. لا أنا عارفة شغل قلبي ولا أنت قادر تشغل عقلك. قصدك إني مش قادر أفهمك؟ يمكن. إذا أنا ما قادرة أفهم حالي. أنا قبلان نبعد شوي. لكل واحد منا يراجع حساباته. يمكن تتأكد إني عن جد غيرت. بس بلا ما ترجعي للمحبس. شو قصدك يعني؟ نضل مخطوبين هيك قدام العالم بس؟ اي لحد ما تتأكد إني شغلت عقلي وأنت كمان شغلتي قلبك. بحلف لك إنه ما رح تطولي أبدا تتعرفي إني ما رح أغلط مرة تانية. جابر؟ يا جابر؟ ايوه ماما تعال. مبروك مبروك يا جابر. ورده خلاص موافقه. موافقه على ايه يا ام؟ انها تتجوزك يا ضناي. باباي وليه اتكلمتي معاها يا ام في الموضوع ده دلوقت؟ مش كنت تاخدي رايي الاول؟ ومن متى لك راي؟ برضك دي بنت خالتك. ايه يعني بنت خالتي؟ يعني بنت ناس. ايه؟ بنت ناس يعني غرب يعني. انا قصدي يعني البيت كريمه هنعمل فيها ايه؟ هي متلقى هناك في مصر. خليها على ذمتك ما دمت مش عايز تطلقها.